يطلب من الكادو انه يقتلوا ابنه مثل ما قتلوا ابنه، لا ذنوب ولا خطأ. ليش بده يسافر يعيش مرته يعيش اميره ويعيش اولاده ويعمر لاولاده ويعيش اولاده ويقعد مثل ست وست من الستات؟ ليش بدن منه ايش قلن معه؟ طالبنا بدنا الكادو اللبناني يتحرك يردوا على الحبس او والله العظيم، وانا عم اقول من مسؤول عن كلمتي، ما بيرجع الحبس اليوم خلال 24 ساعة نحن بدنا نجيبه من قلب بيته. بس نحن عنا ثقة بالكادو اللبناني ناطرين من الرد. إذا ما رجع الحبس نحن بناخذ حقنا. عم يتجول ويتصور بساحة حلبة بسيارته، يعني تصور مساجين له أيام طولة من الحبس عم يكزر بحلبة. طيب هذا الكادو اللبناني بيقبل هيك؟ إذا بيقبل الكادو اللبناني أنا في عندي هون 50 60 شاب وكلهم مصلحين، ما فيني.